السلام عليكم يا رجاله. طبعا كلنا عارفين ايه ده يا جدعان، ده جلخ. الجلخ لحمه ذات نفسه مش مسمى. الجلخ دي ثلاث شوكات، ادي شوكه في الظهر الزعنفه بتاعت الظهر، وشوكه في الزعنفه اللي على اليمين، وشوكه على الزعنفه اهي الشوكه باينه. الشوكه دي مسممه، او الشكه بتاعتها مسممه. هو مش السم بيقتل، هي بتفرق حسب درجة حساسية الجسم من السم. يعني ممكن واحد يشك ايديه توجعه شوية، ممكن واحد يشك ايديه تورم، ممكن واحد يشك ممكن يحتاج يروح لمستشفى. بس انا ما شفتش حد احتاج راح لمستشفى بسبب ايه شكة الجلخ دي تقريبا. يعني ثلاث شوكات اهما، خليكم حافظين شكله. اول ما يطلع لكم بالصناره اهو شكله من الجنب اهو من البطن اهو، تمام. اول ما يطلع لكم بالصناره، فالافضل انت ما بتعرفش تتعامل معاه وما فيش صياد بيعرف يتعامل معاه كويس عموما، يعني تقوم انت قاطع الشعر وتريح حالك، او تخبطه في الارض لغايه ما ايه ما يقع من الصناره لوحده، عشان ايه لا ضرر ولا ضرار. الشوكه هي باينه هي، وطبعا بالزبله اتعامل زي القرموط ابن اللذينه، الزبلط بطريقه بنت لازم، هو يفضل يتهز جامد، فما تحاولش تمسكه.